فين اللي هي هلا حيجيها ويقتلها. لاحظتوا امتى حطيت السادس؟ اول ما حسيت انه حيخلص السحر، بحاول اقتل رينجر ودبل كيل، وبحاول اقتل اللاعب جارفان تريبل كيل، وبحاول اقتل اللاعب كيل، بقتل جانا كوادرا كيل، كوادرا كيل وبنتا كيل. يلا نازل انقذ جانا، ما بعرف اذا في اذا فيني انقذها ولا لا. حنط على امومو مشان ما يعمل لها سحره السادس، وبفجره لامومو ما بصير له شيء. بحاول اضربه بكيو امومو، يعني هو هدفي هلا. بحاول اقتله، ما بعرف اذا بيموت معي ولا لا، بس يمكن يموت. وهي كيو اماميه خالص امومو. هلا بدي احاول اقتل بقى اللاعبه مورجانا، نط عليها بكيو وبضرب هيك ضربه، وبحاول اتفادى الكيو تبعها. تفادت الكيو تبعها، نعم، ولسه على المعركه ما خلصت، عم بستنى رفيقي ليجي. اجى رفيقي واخذ الكل، ولسه هلا عم نحاول نقتل جارين. علقه خياليه اسطوريه والله، عم قاتل كنت ثلاثه لحالي كثير. وهلا عم بحاول القط جارين بزاويه. خلاص دبل كيل لكارسوس، ويعني فعليا كارسوس على طبق من ذهب، ما عمل شيء. تواي اللاعبه جانا ما ماتت، يعني رغم كل هذا ما ماتت جانا. نعم، والله والله بنتك.